كيف أوحد ربي توحيدا خالصا، وكيف أتعرف على شيء من الحقيقة المحمدية، وهل أقرب طريق إلى الله الصلاة على رسول الله؟ الصلاة على رسول الله أمر عظيم، لأنه يتعلق بالجناب الأجل صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كلما أكثرنا من الصلاة على النبي كلما رأينا عجائب في أحوالنا وفي قلوبنا وفي أرزاقنا وهكذا. ولكن التوحيد الخالص هو أن تؤمن بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. وذكرنا مرارا أن كل الحكم العطائية إذا أردت أن تقرأها، وهي أكثر من 200 حكمة، كلها تدور في تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله كما أخبر سيدنا النبي هي كنز من كنوز العرش، يعني هي تلخص تقريبا كل قضية الكون. وعلى ذلك فينبغي علينا أن نهتم بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يكون في كونه إلا ما أراد، يعني إن الأمر بيد الله، يعني ارضى وسلم وتوكل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي بيده الخلق، لأن حتى وجودنا إنما هو مستمد من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نرى أن لا حول ولا قوة إلا بالله هي التي تصل بنا إلى التوحيد الخالص. أما الحقيقة المحمدية، فالحقيقة المحمدية معناها أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلقه من أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من الذي يمثل النموذج الأتم الأكمل لهذه العبادة من ناحية الفعل ومن ناحية الاعتقاد ومن ناحية الروح ومن ناحية النفس ومن ناحية الجسد ومن ناحية أنه موضوع في الزمان وفي المكان وفي الأشخاص والأحوال التي يوضع بها البشر كلهم؟ هو سيدنا النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هو معنى هذا الكلام الذي اختصره المسلمون وقالوا لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، يعني لولا هذا النموذج الأتم للعبادة ما خلقت الأفلاك. أنا خلقت الأفلاك من أجل أن يعبدوني، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، والنجم والشجر يسجدان، كل الكون يسجد وكل الكائنات تسجد وتعبد الله وتسبح الله. من الأتم في هذا؟ هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة المحمدية معناها أن الله تجلى على هذا المخلوق الذي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته، فكان رحيما وكان رؤوفا وكان قويا وكان عادلا، تجلى الله سبحانه وتعالى عليه بسائر صفاته، فكان هو الحقيقة المحمدية. نردد الأذان مع المؤذن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلاة كاملة تامة.